النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير، البداية مع العناوين. مديرية التربية بدمشق تحدد مواعيد توقيع عقود المقبولين في مسابقة الفئة الأولى الدفعة الأولى. مديرية التربية في حماة تواصل عملها لإطلاق المنصة التربوية والتي ستستخدم طلاب محافظتي حمص وحماة. أهلا بكم. طلبت مديرية التربية دمشق من جميع المقبولين في مسابقة العقود الفئة الأولى الدفعة الأولى، طلبت مراجعة مبناها الكائن في شارع بغداد للمباشرة بتوقيع صكوك عقودهم. وذكرت المديرية أن مواعيد توقيع العقود للمناطق التعليمية الإدارية الفرعية والميدان واليرموك يوم السبت في 23 من كانون الثاني الجاري، بينما مناطق الشاغور والقدم والمهاجرين يوم الأحد في 24 من الشهر ذاته. وحددت المديرية مواعيد توقيع العقود في مناطق الأمويين وقاسيون يوم الاثنين في 25 منه، ومناطق القصاع والعباسيين يوم الثلاثاء في 26 من الشهر الجاري، ومناطق المزة والمزرعة يوم الأربعاء في 27 منه. وأوضحت المديرية أن موعد توقيع العقود للمتخلفين يوم الخميس في 28 من الشهر الجاري. في إطار سعي وزارة التربية لمواكبة التطور التكنولوجي، مديرية التربية في حماة تواصل عملها لإطلاق المنصة التربوية والتي ستخدم طلاب محافظتي حمص وحماة. وليد سلطان والتفاصيل. تواصل مديرية التربية استكمال وإنجاز العمل في المنصة التربوية في حماة، وذلك بمتابعة مباشرة من الوزارة ومديرية التربية. هذا ومن المقرر أن تخدم المنصة محافظتي حماة وحمص، وذلك من خلال إطلاق الدروس والمواقف التعليمية ليستفيد أكبر عدد من التلاميذ والطلاب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة ومتابعة تلك الدروس. المشروع باشر من فترة واشتغلنا كل الأساسيات فيه، باقي عنا أمور بس الدهان والأساسي كله مشغول، طبعا كله مشغول فيه كامل، باقي عمل دهان، بدأ وقت الدهان حتى ينشف المعجون استوجوه هون، وإن شاء الله وتكملة الخشب بعد المعجون الدهان، في عنا جدران خشبية راح تكون كمان، وإن شاء الله عمل تنتهي يعني فترة قريبة ما راح تطول كتير، والعمل الثاني الإلكتروني والبرمجي والأجهزة كلها تقريبا جاهزة، كلها موجودة، عن هالأعمال كلها بتكون مركبة وجاهزة، فالفترة قصيرة إن شاء الله تكون جاهزة. مشروع إنجاز المشروع إنجاز حاليا 85%، هذا جهاز كديكور وفرش. وتسعى وزارة التربية لمواكبة التطور التكنولوجي، وانطلاقا من ذلك تعمل على إنشاء المنصات التربوية التي تزود الطلاب بالمعلومات عبر المدرسين والمحاورة معهم لاستدراك أي نقص وتعزيز المعلومات. هلا احنا سنة ثلاث شروط وعم نتابع هون في مبنى إن شاء الله، طبعا عم يتابعنا الوزير بالموضوع وبإشراف الأستاذ حسان كمان معنا بالمشروع، وإن شاء الله فترة منجزة هي المشروع كلها 45 يوم، وإن شاء الله تلاقوا شغلة هيك حلوة تنصرف فيها. التجهيزات متوفرة حاليا؟ إيه حاليا متوفرة، الفرش المكتبي قصدك والمواضيع هي كلها صارت شبه جاهزة 90%، والمفروض هلا إن شاء الله مجرد ما خلص هون موضوع الدهان وكذا كلها تبقى فرش المركز بالكامل. ووزارة التربية كانت قد فتحت المجال للدخول إلى المنصات التربوية وموقع الوزارة بشكل مجاني تشجيعا للطلاب لمتابعة تحصيلهم الدراسي على النحو الأمثل. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. ونبقى في حماة، حيث تستمر دائرة الامتحانات باستقبال طلبات التسجيل للطلاب الراغبين بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة دورة عام 2021 بصفة دراسة حرة. مراسلنا وهذه التغطية. تستمر دائرة الامتحانات باستقبال طلبات التسجيل للطلاب الراغبين بالتقدم لامتحانات شهاداتي التعليم الأساسي والثانوي لدورة عام 2021. طبعاً هلأ نحن عم نستقبل الطلبات من اللجان عن طريق الكوات، بتجينا الطلب لهم من أرشف إلكترونيا بشكل مباشر على البرنامج الوزاري المخصص لهذا الأمر. بعدها بيصير فرز للطلاب على المراكز الامتحانية وطباعة البطاقات الإلكترونية للتوزيع للطلاب لحتى كل طالب يعرف وين مركزه الامتحاني. أستاذ، هلا ليش ما لقينا زحمة؟ يعني شو السبب؟ هلا في حاليا هي السنة اتخذنا إجراءات وقائية بناء على توجيهات الوزارة، كترنا عدد الحواسيب والمدخلين، تنظيم جبنا لجان تنظيم خارجية عن طريق الجاهزية، وقوات زودنا عدد القوات وصلت ل 17 قوة تقريبا، معتمدين مالية تقريبا شيء 4 قوات. هذا ولوحظ عدم وجود ازدحام خلال التسجيل، والذي كان نتيجته التنظيم وتوزيع المهام على العاملين في دائرة الامتحانات. بالأوراق من الطالب، متأكد من الهوية، متأكد من الطلب، متأكد من اللغة، من الديانة،
مش شهادة، بنبصموا على الأوراق وبنقدم على التسجيل. شغلي هالشغلي خففت كتير بالنسبة للزحمة الموجودة هون، وبوجود أكثر من أمين صندوق هوني يعني ساعد بسرعة العمل وبعدم التزاحم على الشباك. ثاني شغلي نحن يعني أدينا خدمة كبيرة تسيير العمل. وكانت دائرة الامتحانات قد هيئت قاعات خاصة لتسجيل واستقبال الطلبات مزودة بشبكة وأجهزة حاسوبية ليتم إدخال البيانات إلكترونيا. الحمد لله رب العالمين، اليوم جينا سجلنا وما كان في زحمة والأمور تمام والأمور ميسرة كلها، الحمد لله رب العالمين. الضغط كتير، ضغط الطلاب أو عجقة أنه ما في شيء مؤثر على أنه هالزحمة الطلاب مشان الوضع أو هيك، ولا أنه الوضع تمام فورا أنه بيدلونا من هون لازم نروح أو من هون. والله الأمور تمام الحمد لله، ما في لا عذاب ولا شيء. التقديم الأوراق في شيء؟ لا الحمد لله الأمور كويسة تمام. يذكر أن التسجيل للامتحانات بدأ بتاريخ 20 من كانون الأول من عام 2020 ويستمر لغاية 25 من شهر شباط القادم. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. أعلنت مديرية تربية دمشق عن مسابقة لعازفي آلة القانون لشريحتين عمريتين بهدف تشجيع المواهب الشابة وإحياء التراث السوري العريق. وبينت المديرية أن الشريحة الأولى من 9 سنوات إلى 12 سنة والثانية من 13 إلى 16 سنة، مبينة أن المسابقة تقام على مراحل عدة ويشترط على المشارك أن يكون ملما بقراءة النوتة الموسيقية. ولفتت المديرية إلى أن جوائز الفائزين تتوزع على ثلاث فئات كالآتي: الأولى لكل شريحة 150,000 ليرة سورية، والثانية لكل شريحة 100,000 ليرة، والثالثة لكل شريحة 75,000 ليرة، مشيرة إلى أن آخر موعد لإرسال طلبات المشاركة في 20 من شباط القادم. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا: خمسمائة منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا. على وتر آلته الموسيقية يعزف جبران سلمان عرنوس ابن السويداء ألحانا شرقية وغربية، وهو طالب متفوق في الصف العاشر بمدرسة الباسل للمتفوقين الثانية. سماهر دنون والتفاصيل. آلته الموسيقية يعزف جبران سلمان عرنوس ذو 16 عاما ألحانا شرقية وغربية يصنع بها عالمه الموسيقي الخاص. حاليا أنا طالب بالصف العاشر متفوق الحمد لله بمدرستي، وبنظم وقتي بين دراسي والعزف وحتى التسلية يعني مثلا على الموبايل وهيك. بالمستقبل بطمح أني أصير طبيب جراح وصير عازف على مستوى. عندي أكثر من موهبي مثل يعني كمان غير الكمان آلتي الأساسية طبعا الكمان، وبعزف على العود وحاليا مسجل بيانو كمان، وإن شاء الله بحق اللي بدي إياه. ينظم جبران بن قرية مردك بريف السويداء وقته بين الدراسة وممارسة هوايته المفضلة، وهو طالب متفوق في الصف العاشر بمدرسة الباسل للمتفوقين الثانية وعازف على 3 آلات موسيقية. شعور الأب بنجاح ابنه وتفوقه شغلة مش قليلة يعني، تمام؟ فتصل مرحلة فيه، خاصة أول حفلة بقدمها مع الأنسة منار شعار مركز الثقافي صار موقف حلو كثير، تمام؟ يعني إلا شيء الدمعة بتنزل من عيننا، شعور حلو، شعور هيك تفاؤل وبيعطي فخر. ونتمنى له طبعا يستمر ويتفوق، إن كان بدراسته طبعا متفوق بدراسي، وإن كان على مجال الموسيقى، ونحن بنشد على إيده. نحن اهتمينا فيه ولاحظنا أنه عنده قدرة، كان هو طفل هادئ يحب الدراسي، بالإضافة لأنه هو كان مهتم كمان بده يكون فيه اهتمام من الأهل. في ظل وجود أسرة تهتم بالطاقات وترعاها، يجد جبران بيئة خصبة لرعاية بذور موهبته وصولا إلى التميز وتحقيق الحلم. للتربوية السورية، سماهر دنون، السويداء. استناداً
إلى البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع بين سوريا وجمهورية روسيا الاتحادية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 500 منحة دراسية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بمختلف الاختصاصات المتوافرة في جامعاتها للعام الدراسي 2021-2022. وتقدم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية في الوزارة اعتبارا من 25 من الشهر الجاري وحتى 22 من شباط القادم. وخصصت الوزارة نسبة 10% من المنح الدراسية لأبناء الشهداء، وفي حال لم يتقدم أحد تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح، ويحق للطلاب المتقدمين لها استرجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور النتائج في حال لم ترد أسماؤهم من بين الناجحين. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. وصلنا إلى ختام النشرة، نعود نذكر بالعناوين. مديرية التربية بدمشق تحدد مواعيد توقيع عقود المقبولين في مسابقة الفئة الأولى الدفعة الأولى. مديرية التربية في حماة تواصل عملها لإطلاق المنصة التربوية والتي ستستخدم طلاب محافظتي حمص وحماة. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.